بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم في مادة اللغة العربية 6 للدراسات البلاغية والنقدية للصف الثاني. استوقفنا في الحصة الماضية عن الحبكة القصصية، وهي تعد من طرق عرض الحوادث. ذكرنا في الحصة الماضية أن من طرق طريقة عرض الحوادث أسلوب ضمير المتكلم وأسلوب ضمير الغائب. تحدثنا أيضا عن الشخصيات. ما المقصود بالحبكة القصصية؟ ماذا تعني الحبكة القصصية؟ لأنها مجموعة من الحوادث مرتبة ترتيبا زمنيا. الحبكة القصصية مجموعة من الحوادث، هذه الحوادث مرتبة ترتيبا زمنيا. أقسام الحبكة من حيث التركيب تنقسم لنا الحبكة المتماسكة، وكذلك الحبكة المفرقة. إذن أقسام الحبكة من حيث التركيب وأيضا من حيث الشكل والبناء. تنقسم الحبكة من حيث التركيب إلى الحبكة المتماسكة والحبكة المفككة. ما المقصود بالحبكة المتماسكة؟ الحبكة المتماسكة هي التي تتصل أحداثها اتصالا وثيقا، بحيث يكون كل حدث نتيجة للحدث السابق، يعني تكون متسلسلة ومترابطة مع بعضهم. وغالبا ما تبدو الحبكة متماسكة في قصص البطولة الفردية لدينا، وتبرز فيها الحبكة المتماسكة مثل القصص البوليسية كقصص أجاثا كريستي. فهنا القصص البوليسية لابد أن تكون الأحداث هنا مترابطة. الحبكة المفككة وهي التي نرى فيها جملة أحداث تتصل بعدد من الشخصيات، لكنها ترتبط فيما بينها برابط معين كعنصر المكان أو الشخصية الرئيسة في القصة. عيوب الحبكة المتماسكة أنها تؤدي إلى الافتعال والتكلف، وتقل فيها عناصر الإثارة وحوافز التغيير، وتصبح الحبكة هنا عملا آليا يدفع إلى الملل والفتور. أما الحبكة المفككة عيوبها أنها تسبب التشتت وعدم قدرة القاص على إيجاد الربط بين أحداث متنوعة. إذن هنا ذكر لنا عيوب الحبكة المتماسكة وكذلك عيوب الحبكة المفككة. أيضا من أقسام الحبكة من حيث الشكل والبناء، هناك الحبكة المتوازنة والنازلة والصاعدة والناجحة في النهاية والحبكة المقلوبة. ما المقصود بالحبكة المتوازنة؟ هي التي تبدأ بالعرض ثم تأخذ الأحداث تتصاعد لتصل إلى درجة الأزمة أو النقطة الوسطى، ثم تبدأ القصة بالنزول نحو النهاية. طيب، الحبكة النازلة هي التي تبدأ بانحدار البطل وفشله ثم تستمر في النزول به. الحبكة الصاعدة عكس السابقة، ففيها ينتقل البطل من نجاح إلى نجاح. الحبكة الناجحة في النهاية وهي هنا يواجه البطل إخفاقات عديدة ولكنه ينتصر في النهاية. الحبكة المقلوبة فيها يحرز البطل انتصارات مزيفة، فيبدو عليه النجاح وعلامات السعادة، ولكنه في الحقيقة هنا يكون هنا مكاسبه مكاسب غش وظل. إذن قلنا أن الحبكة تنقسم من حيث التركيب ومن حيث الشكل والبناء. ننتقل بعد ذلك إلى عناصر الحبكة. ما هي عناصر الحبكة؟ للحبكة عدة عناصر، وهي البداية والصراع
والعقدة والحل وكذلك النهاية. عنصر البداية هي مرحلة المواجهة الأولى مع القارئ، هنا لابد أن تتضمن ما يشجعه على ماذا؟ على قراءة القصة. كانت البداية قوية فستصبح القصة هنا جيدة. الصراع وهو الذي يولد حركة الأحداث في القصة، والمقصود به هنا وجود ما يسبب بناء الأحداث. قد يكون الصراع داخليا في نفس إحدى الشخصيات، أو يكون بسبب الخلاف مما يثير مشاعر متعددة كالطموح أو الخوف أو الطمع. العقدة وهي المشكلة الرئيسة في القصة التي تنشأ بفعل الأحداث الصاعدة. الحل وهو الحدث الذي يكون سببا في حل هذه العقدة جزئيا كانت أو كليا. أيضا يلجأ الكتاب إلى حلول بسيطة، مثل أن يجعل الشخصية الرئيسة تستيقظ من النوم، أن ينتهي بعض شخصيات القصص القصصية بالموت، أن يعتمد مبدأ المصادفة. إذن يلجأ إلى هذه الحلول حتى تنحل العقدة. في النهاية وهي آخر شيء في القصة، وقد تضمن النهاية عنصر الحل الذي أشرنا إليه سابقا، وقد تأتي بعده لتصوير أثر ذلك الحل على شخصيات القصة. أيضا من طرق عرض الحوادث الزمان. الزمان تتحرك أحداث القصة عبر خطين متعامدين يحددان ماذا؟ يحددان موقع الحدث، ويحددان وهما الزمان والمكان. يمكن أن تدور أحداث القصة في الماضي بالعودة إليه والعيش فيه عبر الأحلام والذكريات والحاضر. أيضا تحدد زمان القصة ومكانها يحقق مهمة ملائمة الحوار والشخصيات والأحداث، مما يؤدي إلى تقريب أحداثها إلى نفوسنا وعقولنا، وإعطاء إحساس بأن ما يقرأ بأن ما يقرأه القارئ هنا هو الواقع أو صورة من صوره. ما هي مميزات القصة الزمن؟ عنصر الزمن هنا له مميزة نقل الأحداث والأشخاص من حال إلى حال، وإحداث تغيرات كبيرة في بيئة القصة. طيب، الزمن في القصة قسمان: زمن واقعي وزمن نفسي. الزمن الواقعي حيث يجري القصة قصته في إطار زمني محدود تحكم قوانين الزمان الصارمة، تسلسل الحوادث فيها تبعا لوجودها الزمني منذ البداية إلى النهاية. الزمن النفسي هنا نرى فيه هنا جانبا مغايرا للزمن الواقعي، حيث تصبح اللحظة الواحدة بسبب الألم أو لهفة الانتظار شيئا آخر لا يمكن أن يحسب بالدقائق أو الساعات. نرى أيضا الزمن النفسي في المناجاة النفسية التي تكون بين الشخصين وبين نفسها، حيث يستعرض الإنسان في دقائق سنوات متعددة من الماضي والمستقبل. أيضا من طرق عرض الحوادث المكان هو أحد العناصر المهمة القصة، ويعد الميدان الذي تجري عليه الأحداث، ويتطلب هنا من القاص حسن اختيار المكان وإجادة استثماره ومحتويات هذا المكان. الكاتب المبدع لا يكتفي من المكان يجعله ميدان الأحداث، بل يتحول لديه إلى مصدر كبير يستسقي منه شخصيات القصة. إذن المكان هنا يصور لي أيضا شخصيات
القصة، فقد يكون هو البطل الرئيسي للقصة، كما إن صورت قصة من القصص مناسك الحاج، وقد لاحظ عدد من النقاد بروز عنصر المكان في قصة سقيفة الصفا لحمزة بويقر، التي صورت بيئة مكة المكرمة. أين تنبع أهمية المكان؟ تنبع أهمية المكان باستخدام عنصرا كاشفا لمشاعر الشخصية القصصية وإحساسها. فالمكان الجميل والجو الجميل ماذا؟ يبعثان على التفاؤل، والمكان الضيق المتسخ الذي تنبع منه روائح كريهة يوحي بالحزن ويوحي بالضيق. أيضا من طرق عرض الحوادث أيضا الحوار. ما المقصود بالحوار؟ الحوار هنا تبادل الحديث في القصة، ويؤدي دورا أساسيا في تنمية الأحداث وتصعيدها. فمن خلال الحوار ينشأ حدث قصصي أو جملة أحداث، كما أننا نتعرف من خلالها أيضا على سمات الشخصيات وخصائصها التي تتميز بها، إذ أن الحوار مظهر من مظاهر الشخصية، وتنعكس فيه كثيرا من الوظائف التي تجعله مهما في القصة. لغة الحوار هنا تنقلنا على واقع الأحداث، تصور لنا الحياة بألوانها المتعددة، تعرض لنا المشاعر ومشاعر الشخصيات في القصة، هي التي يتوصل بها الكاتب إلى ماذا؟ إلى تصوير ما يريد. وتتميز اللغة القصصية بالسهولة والبساطة، لأنها تحاول أن تقترب كثيرا من واقع الحدث. وقعية الحوار لا خلاف بين كتاب القصة في استخدام اللغة العربية الفصحى في السرد والوصف داخل القصة، أما الحوار فإن عدد من أولئك الكتاب يرى أن من الممكن أن يكون بعضا منها بالعامية، ويعتقد أن ذلك يسهم في كون الحوار واقعيا ملائم لطبيعة الشخصية القصصية التي تنطق بها. فهو يريد يخبرنا هنا أن نتحدث بالعامية حتى نستطيع تصوير واقع الحوار. إذا تحدثنا عن بقية طرق عرض الحوادث من الحبكة القصصية، وهي مجموعة من الحوادث المرتبة ترتيبا زمنيا. وقلنا أن أقسام الحبكة تنقسم من حيث التراكيب ومن حيث الشكل والبناء. من حيث التراكيب، الحبكة المتماسكة وكذلك الحبكة المفككة. ومن حيث الشكل والبناء، هناك الحبكة المتوازنة والحبكة النازلة والحبكة الصاعدة والحبكة الناجحة، وفي النهاية الناجحة في النهاية، والحبكة أيضا المقلوبة. ثم انتقلنا إلى أيضا إلى طريق آخر للعرض، وهو الزمان. وقلنا أن هناك زمان واقعي وزمان نفسي، وأخيرا المكان وكذلك الحوار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكرا لحسن الاستماع.